في موران سحل ثرمغا أكو تغفولان يذريمن يوذهلن الرفراف التمثال إكشغفنا من زاو أفريقيا إسقواس نينجورا إغفت قدش الدبلوماسي الثزايريث إيوكنا ديلو سكاسيا ثرميثن الزاير ذقي من غيميا لثرمغا إقو غالن تموذم في ساعة نزال فتساكفوذ إيوم غيوانا قرغلان إيوكنا ديلي غفيو نفوس ذقي سوية نوسكو انتغفولان تذريمث إكتروحون غتربويا في رفرافين أخلصن الفذايا إرفراف ذيوث انتغوسا إكتروزون وسيسني دزايريين إمي في موران توروبث تساكنت ثلاين مقرن يوصل اللي نيمر هانسنت سجاري فاسن تربويا في رفرافين أم ذي ذقويا التامورت فرنسا إقف كان 58 مليون دولار إقاري سقوسن 2008-2014 غفاك نيدنان خريرا فولن يغمسانا تمثالت إتوالي نيماناين التيثة ذق زاقور نوسيسن إفتق الزاير ذقوكا ثراقيا. هناك دول التي في خطابها الرسمي مثل فرنسا هي الأخرى تجرد مدة الفدية، لكن في المقابل تدفع الفدية الطويلة، وهذا ما يسمى بالخطاب المزدوج. لماذا الخطاب المزدوج؟ لأن المصلحة هي المحركة في المنطقة، لا أن مصلحة فرنسا في المنطقة هي منطقة النفوذ التقليدي لفرنسا ومؤسساتها الاقتصادية التي تدير سياسة فرنسا مثل شركة قابرة أو توتال أو غيرها. ذكي سوي نوس جرم نخلص من الفذايا يسوف غدو سقامون تغليس نيغلان يدوكلن الراي إذكي توكذل وسيدرم تربويا عن الرفراف أكني يفغوي لي الحال غاس ما إلا يوصل ليني مرهان ذي لواني ذيك ثورار الزاير دور يسعى نزاليس ذي ثمليليين تقاشوشين في غراغلانين المند نوس فقن نيمي هي نوس يدرم نرفراف أم تقاشوش نيس ويعلاين غفيم من غير ميال ثرمغا أكو تجريم في تواسودسن إدي لان ذي الزاير أسقواس 2003 ناغثان مقروث فقراغلان تن الزاير ميال في الطرفة إدي لان ذي 2015 ثم ناغثان الزاير تسعى غساء تسعاد أكو تمليليث نوسوير علين يرزاني من غير ميال وسيدر من الرفراف ذي ثفريق تسعاد مينوث أديسن ذي لوان إذ تسيدر ثمنات في صغنين في سرثانين ربما هي فرصة للجزائر أن تعطي ديناميكية جديدة، ربما تخيل أدوات جديدة التي تسمح بحقيقة تشخيص منابع تمويل الآخر. ثم غلين تمرت الزاير ذي فمسالة نوسيدر من الرفراف تيني فانن إيمي غيسوين سامقران ذاس كون تغفولا انتذريمث إيوكنا تقارت جران ترمغا إيوكنا ذي اللي يطيجن تلويث غفث موران تفريقث.